مرحبا بك عصام دردوري. في خلينا نقول الايامات اللي فاتت أثير معك مرة أخرى جدل اختفاء وثائق من خاطر كي تحكي على الملف نتاعك. أنت وقتها كنت تسألت التساؤل ذولي مهم، قلت هذا الملف نتاعي أنا فقط به، دونك ماذا بينا نفهموا شنو صاير بالضبط في الملفات هذيا. فما تقدم في الملف اللي حكيت عليه قبل ما نمشيو لملفات أخرى؟ والله شوف، هي يعني كما سبق وحكيت، هو أنا كنت يعني ولازلت فما قضايا بعضها منشور، معناها أثيرت ضدي مجموعة من التتبعات والشكايات الجزائية على امتداد العشر سنوات العشر العجاف هذوما، يعني والأدهى والأمر أنه إثارة الشكايات هو من حق كل إنسان يشكي، لكن الشكايات يعني طبعها الكيد يكاد يكون صارخ، يعني واضح معناها وضوح الشمس. ورغم ذلك يعني امتثلنا ونمثل ومزلنا نمثل، والأكثر من هذا احنا وصلنا وليت نطالب حتى في الجهات القضائية انه يتم تمكين الانسان من جرد باش يكون على بينة بشنو عنده وشنو ما عندوش. لكن للأسف يعني معناها تفطنت، وهذا مش انا بالنسبة لي ما اعتبروش عامل مفاجئ، لانه اللي يصنع ملف ويفبركه ووقت اللي يرى انه الانسان شاد صحيح يحب يعرف مقال او يحب يصور يتحصل على نسخة قانونية وغيره ويبدأ حاجة مفبركة اوتوماتيكمون بعد ماكش باش تلقى، مش أنا اللي وقفت، وإن من يبرع عمومية المحكمة الابتدائية بتونس هي اللي وقفت على أنه جملة كبيرة من المحاضر العدلية المتعلقة بشخصي واللي أنا مركزي فيها القانوني مشتكي به، كنت نرمال مومن لوش شنو دخلني باش نبقى لوجه على حكينا شاكين بيا فيها، لكن أنا إيمانا براءتي وعارف اللي ملفت هذه ما عندها حتى يعني جانب من الصحة، حبيت نمشي نقول بشوية يا أخوي تحصل على مقالات، إلا أنه نيابة عمومية فطنت إلى أنه المحاضر هذه محاضر غير موجودة، معناها مهنة أما تكون فرضية الاختفاء الإخفاء أو السرقة الإتلاف المحاضر العدلية، المهم الثابت والأكيد أنها غير موجودة. أنا وجهت النداء للسيدة وزيرة العدل باعتبارها رئيسة النيابة العمومية، النيابة العمومية كان من الأجدر والقانوني أنها تثير الدعوة من تلقاء نفسها باعتبار وأنها اكتشفت الجرائم، ولكن السيدة وزيرة العدل أذنت للتفقدية العامة لوزارة العدل بفتح بحث إداري في الوضعية هذه وفي السياق هذا، والبحث جاري لي يعني لي سمعني على أساس سماعي. اللقاء أيضا قدمت فيه بجملة من المعطيات الموثقة والدقيقة للسيدة وزيرة العدل، وهي كما قلت لك نعاود نأكد هي رئيسة النيابة العمومية بالقانون، وهي مخول لها يعني أنها تباشر التتبعات سواء في علاقة بالجانب التأديبي عن طريق تفقدية العامة أو عن طريق النيابة العمومية بشكل مباشر، وهذا ماهوش أول مرة راوي أستاذ سماح، وأنه نجي ونقدم الحجة والبينة للجهات الرسمية. إن شاء الله إن شاء الله المرة هذه يكون فما تعاطي جدي، على الأقل فما بوادر أولية متاع جدية في التعاطي مع الأمور مع المواضيع، وديما يبقى يعني نحن نتعاملوا مع الجهات الرسمية في إطار الترتيب والإجراءات الجري بالعمل في إطار احترام المواسات، لكن ديما زاد فما كذلك فما عنا مازالت فما المسل على القضاء المسل المؤقت، فما رئيس الجمهورية، فما كذلك المكلف الأمم مراقبة سير استقلال القضاء. على كل اليوم الثقة موجودة في السيدة وزيرة العدل باش تقوم بواجبها، وكانت أذن صاغية للأمانة في الجانب هذايا، وقاعدين نجاريو في الوضعية. واضح خليفة. طبعا هو أنا شفت التدوينة واحدة كأنك تقول ثم وثائق تتخبى تتسرق. لا مش خليني يقول هذا وقفت عليه النيابة العمومية، يعني أصبح حقيقة ما هوش مسألة. هو نفس الموضوع هذا جدل في كثير من القضايا نتابعه في قضية الشهيدين تابع فيه أكيد هو نفس السياق، لأنه تقريبا الظروف والملابسات هي في نفس الوقت، هو تقريبا حتى القضايا مثلا أنا اللي شاكي بيه مش شاكي بيه رو إنسان خطر لي عصام تعرض له ولا عمل له، ليه يعني أنا اللي شاكي بيه مثال اللي في الملفات هذوما هما مثلا أغلبهم أو جلهم قيادات مثال، يا إما تلقاهم حزبية في علاقة اليوم هم محل تتبع في ملف ما يعرف بالجهاز السري، أو قيادات أمنية هي زادة محل تتبع في قضايا الاغتيالات السياسية أو القضية المعروف بقضية رجل الأعمال فتحي دم قضية الصبغة الإرهابية. بالتالي الأشخاص والمشتكى بهم يعني دخلين في سياق منظومة كاملة عاثت في الإجرام في الفترة متاع العشر سنوات، بالتالي الاختفاء أو الإخفاء أو السرقة أو الإعدام
هي في سياق منظم ماهيش يعني عبثيه المساله، لانه غدو وقت اللي انا باش نتمكن من مقال مثلا اوتوماتيكمون باش نرجع في الادعاء بالباطل. مثال غدو باش ترسل السيد هذاك محلول فيه تحقيق، يقول لك ولا محلول فيه بحث، يقول لك السيد هذا وقت اللي هو ينجم في اللحظه هذيك وقت يتشك اشكاب عصام الدردوري او حاول يرسل عصام الدردوري وحاول يسكته، يقول لك كان يقدم في خدمه مش ليه هو فقط وانما المنظومه كامله، بالتالي واجب الحمايه نتاعه والتستر عليه ان اقتضى الامر حتى بسرقه ملف، يصبح معناها مساله عاديه بالنسبه ليه وضروريه. هذا علاش يعني دعم لكلامك؟ يقول قايل اش مدخل عصام الدردوري في ملف الجهاز السري لحركة النهضة؟ انت تو ذكرت قلت فما منهم قيادات معنيين بملف الجهاز السري، شو مدخلك انت عصام الدردوري في ملف الجهاز السري؟ سؤال مهم. انا سبق انه الحمد لله تو كل ما نحكيه مسألة نقول رأي، قلنا مثلا انه اليوم ما تنجمش يا استاذ سماح تحكي تنجمش تحكي على الارهاب وطول ايام مثالش كيما احنا وقت اللي انتوما الاعلاميين حكيتوا على اماره سجنان وخرجوا المقوله الشهيره نتاع علام العار وكذبوا الاعلاميين اللي كيفكم واللي تكلموا وكل وقتها زاد كذبونا وقت اللي حكينا على تذويب الكل على 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 الارهابيين في جبل وقت اللي قالوا راهو يذوبوا في الكوليسترول ننعشوا ذاكره التونسي لانه التونسي صاير له يعني قصف عشوائي كبير جدا نفسي رهيب حتى الذاكره ضعيفه ويزيد ينسى. خلينا نذكروه يعني اليوم وقت اللي باش نحكيو على العشر سنوات من الارهاب، عشر سنوات من الاغتيالات السياسيه، عشر سنوات من عمليات دمويه من استشهاد امنيين عسكريين يعني مدنيين، راهو العمليات هذوما صحيح راهي عمليات فيها عمليات ارهابية اوكي، لكن راهو الاستثمار في الارهاب اليوم نحكي انا اليوم ما عادش باش نحكي على ناس سهلت، انا نقول ناس استثمرت. الاستثمار في الارهاب راهو استثمار سياسي بامتياز، جاء كما نعرفوا الكل في سياق مشروع الدولي عنده يعني ابعاده عنده تدخله الوطني والاقليمي. باش ما ندخلش ما نعممش اكثر باش نكون دقيق. اليوم وقت اللي تحكي على ملف الجهاز السري علاش عصام الدردوري مثلا يحكي فيه؟ راهم هما عملوا على مساله مهمه وكنقول هما نقول راسا في علاقه بمرفق العداله وكيل جمهوري سابق محكمة الإدارة بتونس باش العكرمي اجرم وتفنن في محاولاته الجديه والعميقه في طمس الحقيقه في الملفات هذه. علاش دور السيد هذا؟ لانه هو وكيل جمهوريه اوتوماتيكمون الدعوه العموميه عنده شوف معناه قداش عنده من منظوريه والشيء اللي عمله وتلاعب اللي عم به. اغلب الملفات الكبرى مرت على يديه هو من قاضي تحقيق اللي وصل له الجمهوريه من بعد هو طرف الدعوه العموميه والكل. علاش نحكي هذا؟ لانه اغلب العمليات تقريبا اليوم وهذا مثال شويه وقت يتكشف قضائيا هو جزء كبير موجود على طاوله الجهات القضائيه انه اغلب الملفات هما شو عملوا؟ فككوا مثلا تلقى عناصر قياديه في كتيبه ارهابيه قاموا بعمليات في بلاصتي عهدوا سي خليفه وسي مثلا سي ناجي، تلقى الاطراف اللي تعطي الاعازه هي نفسها، المنافذين يختلفوا في بعض الاحيان. في بلاصه سي خليفه عنده سابقيه عهد ويعرف الاطراف القياديه يخليه يكمل الموضوع، لا نعطيه طرف الناجي، نعطيه طرف السماح، نعطيه طرف العصام. الحقيقه تتفكك ويحاولوا انهم يطمسوه، وهذا كان معتمد راهو ومتعمد. به شنو اللي صار؟ انه وقت اللي صارت المساله هذه فما ناس بقات تكتفي في تبحث وراء الواحد، انا مع عصام الدردوري عديد الاعلاميين كيفكم انتم، هيئه الدفاع اللي هي تنوب القائمين بالحق الشخصي في قضيه الشهيدين، وناس اللي ترى انه الحقيقه لابد لها ان تكشف. صار هنا صار انه تبين كونه فما تقاطع كبير جدا في عديد الملفات الكبرى. التقاطع هذا وين يصير يا استاذ سماح؟ يصير على مستوى انه كونه تلقى اغلب العمليات فما عناصر ديما اسمائها تتكرر في الواحد. مثلا تحكي لي مثال تقول عناصر قياديه امنيه في خطط متقدمه وهامه تلقاها موجوده بشكل غير شرعي وقانوني و و و واداري، تلقاها عندها نقاط استفهام كبرى موجوده في عمليات مثلا في رواد، تلقاها في جامع الفتح في تهريب ابو عياض، تلقاها مثال في تهريب مثلا ارهابي معين، تلقاها في عمليه اغتيال كذا، تلقاها في قضيه رجل الاعمال دمق، تلقاها في امن مويس، تلقاها من الاسماء هذوما معناها في الواحد. تجي من بعد وقت اللي يطفو ملف ما يعرف بقضيه الجهاز السري او مصطفى خضر تلقى انه الناس هذه الارتباط نتاعها تاكيد يكون ارتباط يعني دقيق وواضح وثابت، يعني نحكيه على هيكليه، نحكيه على ناس ماهيش معناها تتصرف من تلقاء نفسها، عندها قياده وتأتمر باوامر عليا في وسط الجهاز هذايا
وتتحرك وفق أجندة. يعني لهنا ما عادش نحكيه على مسألة متاع عمليات منعزلة أو عمليات يعني جات في سياق معين، لا نحكيه على ترابط وارتباط عنقودي. وهذا يرى ما هوش هكاك، روقت اللي سمحني بعد ذنك ما يسالش نزيد وخلنا نعطيه تفصيل صغيرة. روقت اللي وصلنا المرحلة أنه يجيبوا ناس تكون عباد لهنا في تونس، تكون ناس جدي بيان، تكونهم على كيفاش يصنعوا المواد السمية وكيفاش معناها ينجموا بطريقة معينة يصنعوا حاجة باش غدوا يصفيوا بها شخص. راهو ذا راهو متحكي على ناس يعني ناس في وقت من الأوقات في الجهاز السري في قضية مصطفى خضر اليوم موجود، أنه جاءوا عملوا دورة تحت مسمى دورة في علاقة بالزراعة ويكونوا في ناس ويدربوا فيها مع المواد السمية وغيره من الخارج. ما هي نعم جابوهم وجاءوا لتونس وقاموا عملوا دورات تكوينية الناس، هذا موجود. راهو سامحني في الوقت عصام دردور باهي. عصام خلينا من هذا، خلينا من الماضي باهي، ولو انه الماضي مترابط ياسر في قضية الجهاز السري. أي نعرف معناه في ترابط كبير وإجرائي وفي حتى في مستوى المعطيات بالحاضر. وانت تبع في القضية هذه من سنوات وكنت من الأوائل من الأمنيين اللي معناها كانت عندهم من الجرأة والشجاعة أنهم تكلموا على الموضوع هذا، ونعرف الهرسلة ونعرف المشاكل الإدارية والمهنية اللي حصلت لك هذا، هذا نعرفوه به. اليوم ثم ندوة صحفية اليوم تعقدها هيئة الدفاع في قضية الشهيدين، واليوم باش تكشف معطيات جديدة في قضية الحال في قضية الجهاز السري الخاص به. القضية هذه اللي معناها تلموم عقدة وطوالت ومشيت بارتو معناها في الكولوار متاع المحاكم من ابتدائية تونس الأريانة وبعد عودة رجعت يعني هل تعتقد اليوم أنه توفرت الإرادة السياسية ولا الصحوة القضائية باش الملف هذا يتعالج بشكل جدي المرة هذه، وإلا مش نعاود ونرجعوا نفس الحكاية؟ شنو اللي تبدل يعني؟ تفضل. سؤال مهم ورشيق سؤال. علاش؟ لأنه اليوم التونسي يسأل والسيناجي يسأل، يقول لك اليوم التونسي يا أخي احنا توا المدة هذه الكل توا أشهر وسنوات نحكي وهو ملف جهاز سري، الناس المتهمين في الملف هذايا او اللي تلحقهم الشبهه القويه في الملف يقول لك برا مشي للقضاء. لا مصطفى خضر اللي تحكي عليه عدى 8 سنين وخرج معاه، ديجا نحكيو على 8 سنين. مهم جدا خلينا نبينوه. لا خلينا نبينوه. مصطفى خضر اودي على السجن في دقيقه وفي وقت. تفضل عصام. مصطفى خضر اودي على السجن في قضيه نتاع حيازه اشياء ما عندوش الحق يحوزها. تعدى 8 سنين وشهر. الثمانية سنين وشهر هذوما ما همش هما في علاقة بنفس الوقائع نتاع ملف الجهاز السري. نحكيه على جزء من وثائق، مانيش نحكيه على الوثائق بكل. من بعد هو في الحبس تكشف الملف نتاع الجهاز السري، تبين طرف قاضي التحقيق انه الجهاز السري عنده علاقة باغتيال شهيد البراهمي، اضاف جزء من الملف قاضي شهيد البراهمي، وفما بحث حل تحقيق في علاقة بقاضي التحقيق بأريانا ما يعرف ملف الجهاز السري. هنا ايش كان يصير؟ كان نورمالمون انه هذه معناها بديهيه ظاهره، السيد مازالوا له شهرين وباش يروح، وانت متهم عندك كنت تنجم تخرج وتصدر فيه بطاقه ايداع جديده واللي تحت مفعولها، لانه ما عندهمش علاقه ببعضهم زوز قضايا. هما خلاوها تمشي هكاك. سي مصطفى خضر روح، خرج على روحه الله اعلم توا وين يحوس. مصطفى خضر خرج، شنو اللي صار لهنا؟ التونسي يتساءل ومن حقه. راو الإشكالية، وأنا اليوم نقولها، فما نحس أنه اليوم بداية تبلور إرادة سياسية. وين الإرادة؟ في علاقة بالسلطة التنفيذية، لأنه لقاعدة التطور اللي يحصل في الملف اليوم فما إفارم الهيئة الدفاع، لكن أيضا فما تحمل مسؤولية قاعدة تقوم بها وزيرة العدل بصفتها رئيس النيابة العمومية. لأنه رأي كان ما جاتش وزيرة العدل هي اللي أذنت للوكيل العام باش يقوم بالإجراءات ويمشي في اتجاه أنه يوسع الأبحاث في علاقة بطلب قاضي التحقيق. اليوم ما نش نحكيه على إجراءات تحجير سفر. سمحني نختلف معك هنا عصام، لأنه فتح البحث وإقرار إصدار قرارات تحجير السفر جاء تقريبا حسب معلوماتي تلقائيا من قضية التحقيق المتعهد بالملف هذا في المحكمة الابتدائية بأريانا. بعد إذنك يعني أنا سألتك قلت لا ما وفمك كلمة إرادة سياسية وأن صحوة قضائية، يبدو أن صحوة قضائية لأنه كل من سيكشف عنه البحث
هذه ما نغيبوش دور قاضي التحقيق. ريت فما عدم معناها تصدي لهيئه الدفاع من حقهم في الولوج للعداله اللي قدموا فيه شكايه لوزيره العدل. وزيره العدل تعهدت بشكايه واذنت الوكيل العام باش يقوم بالاجراءات. طلب منه قاضي التحقيق قال له قدم الطلبات نتاعك. قدم الطلبات انه باش يتوسع في الابحاث لانه بشير العاكر مش عمل. جاء وقت اللي تصب شكايه انت ضد فلان وفلان وكل ما سالكش عنه البحث. هكا اللي كل ما سالكش عنه البحث الكل استثناهم. يعني اليوم نحكيه على انه النيابه العموميه قاعده ترجع الى مسارها اللي يلزم تكون فيه في علاقه بتطبيق قانون. في كلمه راشد الغنوشي البارح تحدث في حوار قال هذه فرقه في فنجان رئيس الجمهوريه يحب يغطي بها الانقلاب اللي عمل. والله في جمله والله لو كان نحكيه على دوله قانون ومؤسسات ونحكيه على انا مع توفير شروط المحاكمه العادله انه الملف هذا وقت اللي يقدم يتضمن الحق المواطن انه يتابعه اعلاميا من خلال حتى المحاكمات وظروف التحقيق فيه. أي. واكبر اجابه السيد هذا وغيره ما تنجم تكون كان اجابه قضائيه وقانونيه. اليوم الامور في يد العداله لكن لازم نقولوا حاجه انه راهو اليوم ما زلنا نحكيه على حركه قضائيه ما زالت ما صارتش. يعني راهو دار لقمان على حاله في انتظار ان ياتي ما يخالف ذلك.